الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف في بغداد وأربيل، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147,900 دينار لكل 100 دولار، واستقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147,500 دينار لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148,150 دينارا لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 147,900 دينار لكل 100 دولار. حذر عضو اللجنة الطاقة في البرلمان الإيراني حسين زادة من أن العراق سيستغني قريبا عن استيراد الكهرباء الإيرانية، وحث النائب حسين زادة بلاده على التفكير بوضع خطط لتصدير الكهرباء، مرجحا أن يتمكن العراق خلال السنوات الثمان المقبلة من توسيع وتطوير قطاع النفط إلى درجة أنه يمكن أن يستغني عن الغاز الإيراني، وسيفعل الشيء نفسه في مجال الكهرباء. هذا وتطالب إيران العراق بدفع ديون بحدود 6 مليارات دولار من المتأخرات، وهي فواتير مستحقة على وزارة الكهرباء في العراق التي تمنعها العقوبات الأمريكية من دفع أي مبلغ بالدولار لإيران. أعلنت إدارة الجمارك الصينية أن الصادرات النفطية من العراق إلى الصين انخفضت خلال 10 أشهر من العام الحالي، وأضافت الإدارة أن وارداتها من العراق خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 45 مليون طن متري أو 323 مليون برميل، وبما يعادل 32 مليون برميل شهرياً. وبينت أنه بنسبة الانخفاض بلغت 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عام 2020 التي بلغت الواردات فيها 51 مليون طن. وصلت الليرة التركية تعافيها بعد هبوط إلى مستويات متدنية قياسية هذا الأسبوع، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 15%، وجرى تداول الليرة عند 11.58، إذ تعززت قيمتها بنحو 1.9% بعد أن سجلت أقل مستوى مقابل الدولار عند 13.45. وتفاقم هبوط الليرة مؤخرا أيضا مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة. سجلت العملة الإيرانية انهيارا جديدا أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 293 ألف ريال إيراني، وهو أكبر انهيار تسجله العملة منذ وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السلطة في آب الماضي. وهذا ويأتي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والذهب في إيران عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعقد جولة جديدة من المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الغربية اعتبارا من الأسبوع المقبل في فيينا. ختام الموجز، إلى اللقاء.